ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله
والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
صدق الله العظيم.